معلش معلش يا حبيبي، ما انت عارف كويس قوي ان بنتك ما بتطقش سيره الجواز. حالها مش هيتصلح الا لما تتجوز وتبقى ام. لازم انا وانت نعمل المستحيل عشان الجوازه دي تتم باسرع ما يمكن. سلمى جايه حالا. انما انت حازم مش شبه بابا خالص. الحمد لله، قدر ولطف. نعم اقصد لا، بابا احلى مني طبعا طبعا. النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده. شكرا شكرا. مني الشغالة. إذا كانت الشغالة كده، مال العروسة تبقى إيه بقى يا معلم؟ شوف أنت بقى. مساء الخير. أهلا أهلا. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي على مهلك، تعالي اتفضلي ادخلي اتفضلي يا عروسه. ده النسكافيه خير يا جماعه، كل ده خير. اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه. انت مش قلتي لي البس ملون؟ ما هو ملون اهو. سلمي على بدران بيه وحازم. اهلا وسهلا. عيش لو اخذه بقى. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامه رجلك يا بنتي. شفت، كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبرنت، قامت بنت على هوت قصاني. وانت حازم غاوي كوره زي سلمى كده؟ في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه. على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجيش في دمه يبقى ما عندوش نخوه. طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده؟ هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه؟ قول لي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو هي السلساو نفسه. الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم. يا نهار اسود، مش عارف السلساو منتخب البرازيل؟ ده انت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده، ان ما كانش طفش اساسا. طب انا بقى هقوم اجيب لكم التورته اللي انا عملتها بايدي علشان. ايوه قومي معايا. يلا قومي 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 يلا. على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيبه كوره؟ ودي بقى لما احب اعملها فرحه اعمله فين؟ في السله المغطاه؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط. انت محتاج زوجه تقف جنبك كتف في كتف. دي مالهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما اعرفها باصحابها اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحده زي دي هتجيب لطافه ورومانسيه منين؟ انا حازم بدران الحلم اي بنت مراهقه هيحصل فيه كده. ايه حازم بدران؟ حازم بدران يا سلام يا اخويا. انت فاهم يا ريت انت الوحيد اللي مقطع السمكه وديلها. ياه شوف بدران بقى. أنا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحدة كانت تقع في دباديبي على طول. ومع ذلك لما جيت أتجوز اتجوزت أمك. قصدك مامي وحشة؟ جدا. إيه؟ قصدي أنا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفة راجل. أيوة بابا، ماما وقفت جنبك وقفة راجل، إنما أنا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني أنا هجيب لك من الآخر. المصنع ممكن يتقفل في أي لحظة يا حازم. وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس من العبيط. الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى. ده الحكايه كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا، ده جواز، ده جواز يا بابا. انا قلت لك اتجوز دلوقتي. شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فتره التعارف؟ خلاص مساله في ايدك انت. طول في فتره التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلحة ونخلع. احنا هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق. ادي اول بندقية رش. ايوه. وادي تاني بندقية رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. حاسب حاسب انت هتصطادنا انا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخيارة المخللة ببرميل التورش اللي انت موقف لي فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت بطي صوتك ليه؟ الله فيش بطي ببناء البط ده يا عم. تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل سمك مؤتمر عند قدوره.
هجوم امتى ان شاء الله؟ هجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش بقى دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط، والبط حساس جدا. مش قلع النيله، بقول لك اقلع. طول على النضاره واقلع الساعه دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك، الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ وصل. ألف حمد لله على سلامة. أنا أنا في اذبح وحشي. ما تخلص يا عم مجدي عقوق. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم اهبل من اوله، هي تضربني بالبندقيه، وابويا يضربني بالرجل، ما كانش له اصغر الا ابويا ياخذني بمطور ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي بنفسي. حازم، الموضوع كبير فعلا، وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على قرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطه هو اللي هيديكوا القرض. يا اخي بس لاغي البت دي، يعني ده انت خبره خبره. في ايه؟ في ايه؟ انت عملت ايه؟ حازم، ايه؟ في رشه واحده مش عارفه اطلعها. ليه؟ محتاجه خطاف. ايه ده؟ حرام عليكم، دي مش طريقه فرجة على فيلم رومانسي، كله حسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم؟ انت ومال رومانسيه؟ انت اخرك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت؟ انت ما عندكيش دم. انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي اقسم بالله، همسح بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا؟ انت لو كان معاكي راجل كان عارف يلفك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده. هو بالليل يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دمع في ايديكوا؟ لابسها في صباع رجلي يا عم، ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر؟ اقصد يعني خطيبها عارف يمثل حاجه زي كده؟ عارف؟ طب تعالى لي بقى. انا عارف يعني كده. انت قصرت يا ساتر. يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ عامل له ايه بقى؟ حظه كده، وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد، وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت، وانت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بنت فيه. شهر؟ يا طيب معلش، انا هبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي، ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بترغرغ في عيني. قال لي بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا بحندقه كده، وطبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلزي منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا، كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وبيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك ما
مش الحمام بتاع قورة الولد حازم اللي فوق ضرب فجأة بوظ الدور الفوقاني كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطة، أبعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف أسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده أحلى جناح لأحلى عروسين، والفرش هدية مني لسلمى وحازم. قلت إيه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس أنت ليك حق، الخميس الجاي قريب أوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، ألف ألف مبروك. معايا شويه. يا عم جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك. يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي، فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب لابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك اطلب منك طلب قد كده هو تخلبي؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه لا ابو فاسد؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخدوا الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي، البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقه. لو يا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبقله وشه خليه ما ينفعش. ده عيال مريض يا جدع، ده اقل واجب والله. بس انا رايي يا جماعه كده ادوا له فرصه، الجهاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش؟ ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالع من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعه، هفهمه غلطه ولو ما فهمش ننجحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلط وخلاص، وعلى رأي المثل هزها احسن من غزها. والحمام زحمه قوي كده ولا ايه؟ ابويا وامي ضاغطين عليا ضغطه سودا قوي يا كابتن. لا وقال ايه؟ مفيش خطوبه، جواز على طول. ابوك بيصيح. عارف ان حازم ده لو في خطوبه مش هياخد في ايدك منت وهيوم. انا جربت معاه كل حاجه، واضح انه واتبت. اوعي تستسلمي وتخلي ابوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش انت جواز حربه، يعني لازم تكوني خف ريشه، لكن بقى جواز وحمل ورضاعه. لا 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 طبعا، مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا شويه هيفوق. الو. ايه؟ طيب انا جايه حالا. في ايه؟ استنى يا كابتن. بابا سلامتك. مالها يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ مخبيش عليكي، القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. فلا الله ولا فالك، اعوذ بالله. يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي، هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له، اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه على ابوكي قوي. ايوه طبعا يا ماما، ليه بتقولي كده؟ بصي بقول لك ايه، لو ابوكي ده حصل له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتك. كفايه يا شهير. لا لازم تفهم وتعرف. رجع الماسكه فوق بلا التنفس يقف وتموت. يا ساتر، ايه لزوم الكلام ده يا ماما؟ انا عملت ايه؟ مش عارفه عملت ايه من ساعه ما عرف ان انت رفضتي حازم وهو حالته النفسيه بقت زي الزفت، واكيد طبعا هو ده اللي مأثر عليه. قلت لك كفايه يا شهيره، دي حياتها وهي حره فيها. براحتك يا بنتي. لا يا بابا، وانا ما يدنيش زعلك. مبروك يا اولاد، الف مبروك. كده برضه ما تخلونيش اجيب مطرب في الفرح، ده انا كنت ناوي اجيب لكم حمائي او العسيلي. ولزومه ايه عسيلي والحمائي؟ مع عصام كاريكا اهو.